تأتي الكلاب ضمن الحيوانات المفضلة لجميع الطبقات الاجتماعية، سواء كان الهدف منها الحراسة أو التربية المنزلية أو غير ذلك، لكن مهمة تدريبها على السمع والطاعة قد تكون صعبة أو شبه مستحيلة للبعض، إلا أن الأمر غاية في البساطة إذا تحلى المرء ببعض من الصبر. تابع الحلقة للنهاية ورح تتعرف بخطوات بسيطة على طريقة تدريب الكلب على قضاء الحاجة خارج المنزل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم الشباب؟ شو أخباركم؟ اليوم جيناكم فيديو جديد. حابب اتشكر صاحب قناة طور نفسك على اقتراحه لهذه السلسلة يلي راح تكون ان شاء الله مقطع كل شهر، وهي بعنوان تربية القطط والكلاب. بكل حلقة من هذه السلسلة راح نعرض مشكلة ونشوف حلها، فاللي عنده اي اقتراح يكتب لي اياه بالتعليقات او يراسلني على صفحتي الشخصية على فيسبوك. فما بدي اطول عليكم، خلونا نبدأ. اهم شيء يمكنك فعله لكلبك هو تعلمه على قضاء الحاجة خارج المنزل، وهي من خلال عدة خطوات راح اذكر لك اياهن بهذا المقطع. اول خطوة معانا اياها اليوم، واللي هي اخراج الكلب بشكل متكرر خارج المنزل، وهذه هي اهم خطوة. يتوجب عليك اخراج الكلب بشكل مستمر خارج المنزل على قدر المستطاع، ويجب عليك فعل ذلك كل نصف ساعة. التزم بجدول وحاول عدم تفويت اي مرة للخروج. بهذه الطريقة سيعتاد الكلب على ربط هذه الاوقات التي يقضيها خارج المنزل مع الرغبة بقضاء الحاجة. والخطوة الثانية اللي معانا اياها اليوم، الالتزام بجدول لاطعام الكلب. اطعم كلبك في نفس الوقت كل صباح ومساء، ثم انتظر لمدة من 20 الى 30 دقيقة قبل اخراج الكلب خارج المنزل. سيساهم وضع جدول لاطعام الكلب في تسهيل عملية التنبؤ بموعد احتياج الكلب لقضاء الحاجة، مما يجعل تدريب الكلب اسهل. وثالث خطوة معانا اياها اليوم، واللي هي تعلم اشارات الكلب بالرغبة لقضاء الحاجة. تتضمن هذه الاشارات المشي بشكل متيبس، او شم الارض بحثا عن مكان مناسب لقضاء الحاجة، او رفع الذيل بشكل غريب. والخطوة الرابعة اللي معانا اياها اليوم، واللي هي تحديد مكان مخصص للكلب خارج المنزل. حدد مكانا في مساحة خضراء خارج المنزل، واصطحب الكلب بنفس المكان في كل مرة تخرج فيها معه، حيث يمكن للكلاب الاعتياد على اشياء روتينية وممارستها باستمرار. والخطوة الخامسة اللي معانا اياها اليوم، واللي هي الاشراف على الكلب اثناء التدريب. احرص على قضاء الكثير من الوقت في مراقبة كلبك خلال المراحل الاولى من تواجده في المنزل. هاي المرحلة الاشرافية كتير مهمة، لانها تمكنك من تعليم الكلب على ربط الخروج من المنزل وقضاء الحاجة. وافضل طريقة لتدريب الكلب بسرعة هي مقاطعته قبل تمكنه من قضاء الحاجة داخل المنزل. والخطوة السادسة والاخيرة يلي معانا اياها اليوم، واللي هي ترك الكلب في قفص خلال الليل او عند عدم تواجدك في المنزل. من المؤكد ان الكلب سيقوم بقضاء حاجته على ارضية المنزل اذا تركته يتجول في المنزل خلال الليل، ويقلل وضع الكلب في صندوق نظيف وجميل من احتمالية حدوث ذلك. لا تحب الكلاب ان تقوم بتلويث مساكنها، لذا فان الكلب سينتظر حتى خروجه لقضاء حاجته. وبس هذا كان مقطعنا بشكل كامل، بتمنى تكونوا استفدتوا من المقطع. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وانشروا القناة بقدر المستطاع لحتى يوصل صوتي لأكبر عدد من الناس. وبس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.